اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من كل بلد اكله. جمعه مباركه عليكم يا رب ان شاء الله. النهارده انا زي ما انتم شايفين خارج الجاكيت الشيف، والنهارده بقى جايبه لكم معايا هديه. معانا مي، اهلا اهلا، بيكي. ازيك يا سهى؟ النهارده اهلا بقى انا بيكي. هقف بعيد والشغل كله مي اللي هتعمله. مي انا دقت اكلها تحفه، بتعمل عزايم رهيبه. كل طبعا بيتهبل على الاكل بعد ما بيدوق. فالنهارده بقى قلنا نعمل حلقه كده بمناسبه الاعياد اللي موجوده دلوقتي والسنه الجديده كده، لو حد حابب يعمل عزومه. فاحنا النهارده الاقتراحات كلها عباره عن اكل صحي، يعني سنه في شويه دسمه. انا شايفه حاجات محطوطه شوية كده شوية مغريه، بسيط. ايوه، بس ان شاء الله تلاقوا حلقه جميله، والحاجات اللي معموله حقيقي طعمها تحفه، وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها. هنبتدي بايه بقى يا مايويا؟ احنا النهاردة هنعمل أكلة فيها كل العناصر الغذائية تمام، وده اللي احنا محتاجينه الايام دي في الشتاء وفي الوقت اللي احنا فيه، اللي محتاجين بالظبط كل كده. الفيتامينز. فأنا هعمل من المطبخ الإيطالي تشيكن على كريم، اللي هي الفراخ بالكريمة البيضة، تمام، حلوة قوي. بس هيتضاف عليها بعض انا الخضروات شايفة الوان، وطبعا علشان تبقى كل ما نحط مغذية أكتر. الوان. بالظبط، هي الفراخ هتتعمل بالفلفل الألوان، وهيتعمل معاها كمان بروكلي وخرشوف، تمام، فدي مليانة كده فيبقى فايتامين. كده في كل العناصر حلوة الغذائية قوي، معانا. تمام. وهنعمل كمان كانيلوني، بس هنعمله بقى بشكل مختلف. احنا هنعمله المرة دي محشي بالسبانخ. انا شايفه ان النهارده كل الوصفات فيها يعني حاجات تجديدات كده. بالظبط حلو. كده، محشي هيبقى بالسبانخ، وهيبقى داخل مع السبانخ الفراخ كمان. حلو قوي. هو احنا دايما على فكره هو ده اللي احنا بنعمله دايما في الحلقات، ان احنا نعمل الوصفات التقليديه بس نضيف عليها شويه حاجات يعني نخليها متكرره يعني كده. بحب الطبق يبقى فيه كل العناصر الغذائية وكل الفيتامينات موجودة في الطبق طب بتاعي. حلو قوي، حلو قوي. نبتدي بقى هنبتدي بالفراخ بايه؟ الأول. تمام، هنحط بقى الحاجه على النار اللي هتحطي فيها الفراخ. الأول طبعا أنا بتبل الفراخ بتاعتي، بتتبليها بايه؟ بحط عليها الملح. اوكي، اوكي، اهو اوكي، رشة اهو كده الملح ملح اهو. كده كمان تدينا. ماشي. اوكي، وايه نوع البهار اللي انتي حاطاه هنا بقى؟ دي خلطة السبع بهارات تمام، حلو قوي. وده دي بحطها بابريكا عليه، تقريبا اللي هنا دي. وبحط عليها البابريكا طبعا بعد ما بغسلها كويس واتاكد ان الفراخ. الفراخ مغسوله كويس جدا. ويفضل مع غسيل الفراخ ان احنا نحط ليمون كمان وخل وخل. بسيط اوكي، علشان يودي الزفاره والدقيق. هتحتاجي الثوم والبصل، نحط كل هحط عددنا قدام. بالظبط كده. خلاص، يبقى احنا ملح فلفل، سبع بهارات، بابريكا، ملح فلفل. بالظبط كده، بس كده. تمام، دي كل المكونات بتاعتي. هبتدي احط الصينية بتاعتي، هحط زيت حاجة بسيطة. احنا عارفين بقى موضوع ده، قلنا كتير ان عشان الزبده ما تتحرقش بنحط شويه شوية زبده، زيت سوري، قبل، شويه زيت علشان بالظبط، خاطر الزبده ما مع تتحرقش. قطعة من الزبدة. هنستنى بس يسخن شوية عشان الفراخ تاخد الصدمة بتاعتها. اوكي، وهنحط معلقة بسيطة جدا من البصل مفروم. المفروم. مظبوط. اهلا يا عبير. وهنستنى المقادير. المقادير معانا على الشاشة، حد نازله هنا وحد عايز يصورها. في مداخلات النهارده ولا لا؟ هنحط الرقم ولا لا؟ تمام، الرقم هينزل على الشاشه لاي مداخله، لو حابين تكلمونا تسالونا عن اي حاجه اهلا بيكم. طيب، انا على ما برضو الزبده تبتدي تسيح والزيت يتقدح معايا شويه، وطبعا هبتدي البصلات تدبل سنه تدبل كده شويه. بسيطه. بالظبط كده. هبتدي ان انا احط الرز كمان علشان يستوي. تمام، الرز انا هعمله برضو بشكل مختلف. انا هعمل الرز بالسكر او بالسكر المحروق اللي هو الكراميل. السكر البني. بالظبط كده. هحط احنا هنحرق له السكر لكن مش هنجيب سكر لا، مش بني. هنجيب سكر بني، احنا اوكي، هنحرق السكر اللي معانا، بيبقى طعمه ألذ، بيبقى بيبقى طعمه حلو قوي. افضل كتير. هنحتاج له بس شوية مية صغيرة. ماشي، احط لك ممكن شوية ميه في النار علشان السكر يدوب معانا هنضيف له شوية مية، ندوب السكر في المية. وه
هنسيبه شويه برضو لغايه ما يتكرمل. هتسيبيه ياخد لون صح؟ بالظبط كده. هنبتدي نقلب البصله بتاعتنا. احط لك ميه في الطبق عشان الرز؟ يا ريت. لما بيكون عندك بقى عزومه يا مي بتعملي ايه بقى في ترتيبات العزومه؟ هل بتحضري قبلها بيوم؟ انا عارفه ان انت بتشتغلي. لا انا بحب دايما احضر حاجتي قبليها بيوم. يعني ابقى مجهزه كل حاجتي على اساس يوم العزومه اتبل. لو حاجات هتبقى داخله الفرن ببتدي اظبطها اللي هي على دخله الفرن على طول. فبحب ان انا ايه ابقى مجهزه حاجتي من قبليها بالظبط عشان يوم العزومه بقى هتوضبي البيت وهتستقبلي الناس، عايزه يبقى شكلك اكيد بالظبط، وعايزه شكل الدنيا تبقى مهندم. وتبقي انت كمان كل شويه تبقي كده هاديه واعصابك هاديه ما تجيش لتنشيف. البصله ابتدت تدبل معانا. هنبتدي نحط قطع الفراخ. احضر لك حاجه لو عايزه ولا كده تمام؟ لا كله تمام ما فيش مشكله. الريحه بدات تطلع. انا بحب ايه اشتغل كله مع بعض بصراحه. هبتدي كمان وهنا احط الفراخ دلوقتي بتاعتي، بعد ما اخلصها هبتدي احط السبانخ بتاعتي كمان علشان تدبل تتشوح. يبقى احنا مش عاملينها سوتيه مش سلقينها، بس احنا هنشوحها على النار كده تدبل شويه. هنشوحها مع معلقه بصل وهنشوحها كمان مع حته ثوم عشان تدي ريحه للسبانخ حلوه. تمام حلوه. احنا كده حطينا الفراخ بتاعتنا، هنغطيها برده عشان الحراره تسويها كويس. السكر اخباره ايه؟ لا لسه هو انا بص عليه متابعاه. هنحط هنا الزيت وهنحط برده قطعه من الزبده. ممكن نقرب ده شويه هنا. وبعد كده هنحط معانا معلقه بصل. اخبار الولاد ايه مع الخضار بقى؟ دايما انا عندي الموضوع ده بيؤرقني، يعني ان دايما ببقى حابه ان احنا نزق الخضار في الاكل بشكل مختلف عشان الولاد. بالظبط يعني انا الخضار. فكره السبانخ في الكانيلوني عاملاها علشان ايه؟ تبقى مش السبانخ بتاعتنا التقليديه اللي هي معموله بالصلصه الحمراء. بالظبط كده. فانا عامله بشكل جديد. اوكي. السبانخ بالكانيلوني بتبقى يعني محبوبه للولاد لان كمان بيبقى الوش بتاعها متغطي بالجبنه. بالجبنه بالنسبه لهم. بالنسبه لهم الموضوع ظريف جدا. اي حاجه فيها جبنه مقبوله جدا بالنسبه لهم. اوكي احنا حطينا دلوقتي كده شويه بصل وشويه ثوم. بالظبط كده. دي اللي هنحط فيها السبانخ. دي اللي هنحط فيها السبانخ. حلوه قوي. البصله بس تدبل معايا شويه عشان ابتدي ايه. هي طبعا مش هتاخد وقت اساسا السبانخ، يعني حاجه بسيطه. لا هي بصي هي كتير قوي ازاي هتنزل هتلاقيها كل ده خلاص مش موجود. هنقلب. ممكن بس اقفلي لي العين اللي جوه دي بعد اذنك يا استاذ. شوفي شكرا كده تمام. طب ممكن اثناء ما الحاجات دي ما بتتعمل انا هبتدي اجهز برضو العجينه بتاعه الكانيلوني. حلو قوي. يبقى كده احنا شغالين في كل الوصفات مع بعض. بالظبط كده. حلو. ما انا دايما ايه في عزوماتي ايه بحط كله مع بعض بشتغل كل حاجه عشان الحاجه إيه تخلص الواحد ايه بينجز في الوقت بتاعه بطريقه افضل. معانا وفاء من الاقصر. اهلا اهلا وفاء. الو وفاء الخط قطع ولا هي لسه معانا؟ الو وفاء. طيب لو الخط قطع خلاص. ايوه هنبتدي نحط السبانخ. ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا بحب برنامجك قوي وبتابعه. ربنا يخليكي. وبتعملي حاجه بقى من الوصفات؟ اهم حاجه اهم من المتابعه. انا بحب اتفرج وبس ومش بحب اعمل. الحمد لله الحمد لله. اخبارك ايه واخبار الجو عندكم ايه بقى؟ الحمد لله. حلو ساقع؟
ساقعه والله، تعبانين خالص، مطره يعني ولا حاجه. مطر جامد. اوكي، بس انتوا ان شاء الله متهيألي على نص السنه كده يعني، كمان شويه الجو بيبقى حلو قوي عندكم، الناس كلها بتجيلكم. والله ان شاء الله لا. يبقى موسم رائع بعد الافتتاحيه الاخيره دي، البلد عملت شغل جامد جدا ما شاء الله. والله يعني احنا مقدرين الافتتاح اللي عامله الرئيس، وفخورين جدا ببلدنا. ده حقيقي، ده حقيقي، ان شاء الله موسم رائع باذن الله. بتعرف تلفونه في الاقصر؟ طبعا، ده اكيد، انا ده دي بلدي المفضله في الشتاء. عايزه من خلالك يا فندم اوجه تحيه لابن اختي علي، عشان هو عندنا فتره يعني بقاله فتره ما جاش عندنا. اوكي اتفضلي. حبيبي هو علي، سمعنا؟ هو دلوقتي سامعك. طب كويس يا حبيبي علي، وحشتني قوي قوي قوي، وريت ما تمشيش من عندنا، عشان انت وحشني. ما تشوفيش وحش، الحمد لله ان هو كويس. شكرا، ميرسي. نقدر نساعدك بحاجه؟ خلاص، ميرسي ميرسي، شرفتينا. انت شايفه يا سهاد كده السبانخ ابتدت ايه، كلها تدبل شويه بالظبط، تنزل الميه اللي فيها وابتدت تدبل، وريحه التحفه بدات تطلع. ايوه بدات اجوع، الناس جاعت معانا. ايوه كده احنا حطينا السبانخ كلها. تمام، حلو قوي. اشيل مننا ده بعد اذنك، هبقى محتاجه بس حاجه فيها ميه، استاذنك يا سهاد اهو جنبك انا اخدته، معلش. اهو ثاني. ماشي، اوكي. فين الطبق؟ الطبق فين حطيتيه؟ ناخد تاني. لا انا محتاجه ده بعدين. محتاجه ده؟ طب استني اجيب لك في طبق تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه ان القيمه الغذائيه بتاعت السبانخ يعني رائعه، ويا ريت كمان لما نيجي نعملها احنا ما نسويهاش تسويه كامله، عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. بالظبط. عشان كده بنقول بلاش السوتيه، يعني التشويح ده لا، هو التشويح كدا. مش انا مش بعمله سوتيه يعني، ومش بحط بقى ميه وكده، لا انا هي بتنزل ميتها وبتشرب ميتها، فبتستفاد بكل القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. بالظبط. استاذ عمرو من القاهره، اهلا بحضرتك. الو. ايوه. الو، السلام عليكم يا حضرتك. الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. سامعني كده كويس؟ اتفضل، بس في دوشه جنب حضرتك شويه. اتفضل، اهلا بيك. تمام الحمد لله. انا كنت عاوز الاول منورين الشاشه اول حاجه. الله يخليك، بنور حضرتك. تمام، ومتابعكم انا على طول يوم الاجازه يوم الجمعه ده باستمرار. بتابع البرنامج؟ ايوه طبعا. طب دي حاجه جميله جدا، بتنافس بقى حضرتك حاجه من الوصفات؟ والبني شكله اصلا يعني الله اكبر عليه، يعني حاجه كده تحفه. انا بشوفه مقدما، لا جربه بقى ان شاء الله هيعجبك. جوعتونا على فكره. لا، والريحه لو حضرتك بقى موجوده الريحه حاجه تحفه جدا. يلا اتفضل معانا. بس انا كنت بس، ربنا يخليك يا رب. اتفضل. وصفات للاطفال. تمام. وصفات للاطفال؟ هي عندها سنتين بس ما بتقدرش تاكل اي حاجه خالص. احنا عندنا على فكره مجموعه من الحلقات مركزه على الاطفال، دايما انا لما بعمل اي حاجه او في وصفه او هنعمل وصفات اطفال، احنا عندنا حلقات موجوده بالفعل، واحنا هنركز الفتره اللي جايه كده كده برضو الحاجات اللي يعني الوصفات بتاعت اللي بتنفع في اللانش بوكس بتاع المدارس بتبقى حاجه مطلوبه جدا، وده دايما احنا بنراعيه، يعني اي حاجه بنقوم قايلين ان دي تنفع للاطفال نشيل كذا نحط كذا، عشان الاطفال يعني دايما بيبقوا في دماغنا، لان هما للاسف اكلهم بيكون متعب للاهل قوي، فان احنا نلاقي وصفه ظريفه تنفع للاطفال والاطفال تحبها، دي بتبقى يعني حاجه زي كنز كده، فاحنا ان شاء الله نكتر من وصفات الاطفال. بتعملي حاجه بقى للولاد؟ عمرك قابلتك المشكله دي يا مينا، الولاد رافضين تماما حاجه معينه فانت تتحايلي هقول لك حاجه بس قبل ما اتكلم معاكي، احنا هنا كده وصلنا للدرجه بتاعت الكرمله اللي احنا محتاجينها، اللون البني. هل فاتح ولا غامق؟ ما بنغمقوش قوي عشان ما يمررش معانا. ده حقيقي. وبعد كده هنضيف له الميه. احنا بنحط مثلا كوبايتين رز عليهم، حوالي يعني كوبايتين ونص ميه مثلا، لان الرز بتاعنا شويه محتاجين ميه كمان بعد اذنك، معلش تعبير. لا لا ما فيش حاجه. هقول لك انا بقى بما يخص الاولاد يا سهاد. انت عارفه دي مشكله بتواجهنا دايما. هقول لك انا بحل المشكله ازاي. انا بخلي الولاد هم يخشوا المطبخ
ويعملوا معايا يساعدوك يساعدوني، فهم بالتالي بيبتكروا الحاجه اللي هم شايفين نفسهم هيحبوها او هيحبوا ياكلوها. اوكي. ولما بيدخلوا بقى يتعاونوا معاكي، هل فعلا بياكلوا ولا بس بيلعبوا كده؟ لا لا لا، بيتعاونوا وبيعملوا الحاجه وبتطلع حلوه جدا يعني. ايوه بيتبسطوا ان هم معايا جزء من الولاد فعلا بيعملوا الاكل بيبقى تيستي جدا. يعني طعمه حقيقي حلو. بس لازم تبقي معاهم صح ما تسيبيهاش؟ لا لازم ابقى معاهم طبعا. ولا هتلاقي في قنبله؟ هلاقي كوارث. أيوة. مش قنبله بس، ده انا هلاقي كوارث حصلت معايا. احنا كده احنا بنغطي الفراخ تقريبا كده. بنغطيها عشان البخار بتاعها يسويها كده. كمان السبانخ اتشوحت. اوكي. انا هحطها في طبق. لا انا هسيبها شويه بس تبل اكتر. اوكي. يعني هسيبها كده. اجيب لك طبق تحطي فيه السبانخ لما تطلع ولا هتاخديها من الحل على طول؟ لا ما انا عندي هنا. اوكي طبق ما عنديش مشكله. هبتدي بس ادوب السكر كويس قوي. انت كده حلو ان احنا ماشيين في الثلاث وصفات مع بعض. احنا كده غالبا هنخلص الثلاثه مع بعض. ودي حاجه كويسه ان الواحد يختصر الوقت جوه المطبخ. كده الميه بتاعتي حطيتها مع السكر والسكر داب فيها خلاص. هبتدي احط المكعب بتاع الزبده وهحط شويه زيت. الزيت بقى ده انا يعني عارفه ان هو بيتحط عشان يخلي الرزايه، عشان الرزايه تبقى مفلفله مش ما تبقاش معجنه. بالظبط كده. وهحط الملح. هل بنحط بهارات تانية غير ملح وفلفل؟ لا انا مع الرز ده بس بحط الملح والفلفل. ولما يبتدي يدخل في السوا يبقى 3/4 سوا. ببتدي اضيف له جزر مبشور. حلو. يعمل لون ويعمل برضه قيمه غذائيه. يعمل لون وكمان مع طعم السكر المكرمل بيبقى حلو. طعم حلو. يعني الجزر بالفعل اصلا مسكر شويه. بالظبط كده. وبتضيفي له كمان عشان القيمه الغذائيه تبقى عاليه بتاعته اكتر. بتضيفي له كمان لما يستوي خالص بعد وانت قبل ما تغرفي على طول رشه من الشبت. حلو قوي. شبت تحفه مع الرز هيبقى طعمه فظيع. ونكون مشوحين عش الغراب مع فص ثوم مع حته الزبده. اهلا عبد الله. والزواقي بيها. ازيك يا ماما؟ ده عبد الله ابن معي معانا على التليفون. عبد الله ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ عامل ايه؟ عامل ايه اخبار الاكل؟ طمنا كده هناكل حلو النهارده ولا ايه؟ انا خلاص هحط جوه التلفزيون. ها اخبار الاكل ايه؟ هحط جوه التلفزيون والله. ودقت الكلام ده قبل كده؟ طبعا. حبيبي ايه يا ماما؟ وهتطمن عليها؟ انت طمني عليك، انت عامل ايه؟ عشان انت كنت تعبان شويه. اخبارك ايه دلوقتي حبيبي؟ انا كويس دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. سلامتك. الف سلامه. الله يسلمك حبيبي. ماما خدي بودي وقاعده وما اتكلم عليك. العيله كلها لازم طبعا يطمنوا عليك. ها كلمهم مين معايا؟ الو. ايوه ازيك يا مي؟ اكلك حلو جدا النهارده. اكل حلو على طول. على ايوه طبعا. ده كده كده والله احنا ضايقينه على طول. في اي حاجه من اللي بنعملها النهارده انتوا مش بتاكلوها ولا تمام؟ السبانخ معاكم والخرشوف والكلام ده دايما بنوع كده. ايوه اكيد متعودين على الكلام الجميل الجامد ده. كده احنا هنوطي بقى عليه. ياخد بس يغلي الاول وبعد كده اوطي عليه. اوكي. والفراخ ان شاء الله كده ايه على وشك ان شاء الله استوى. والسبانخ برده خلاص اهي هانت. كده خلاص ان شاء الله. فعلا يعني زي ما احنا ملاحظين ان كميتها قلت خالص، فاحنا ما نتخضش انها كانت كميه كبيره. هي كده كده بتخس جامد. انا بحط بس شويه توابل للفراخ، خلطه توابل للفراخ. ما زي ما قلت لكم هو انا الاكل معظمه معتمد على بعض. كله مشتق من بعض. بالظبط كده. يعني الفلفل داخل في اكتر من حاجه والخضار معانا. وانا شايفه هناك في دوره حلوه وفي لسه كل ده بقى هنبتدي نجيب الكلام ده للفراخ دلوقتي. اوكي. يعني الفراخ اهي ابتدت تستوي. تستوي شويه معانا. هي كده كده متهيألي مش بتاخد وقت طويل. لا الفراخ من الحاجات اللي هي ما بتاخدش سوى معانا كتير. بتستوي بسرعه فعلا.
ممكن هنبتدي دلوقتي نضيف ليها الفلفل احنا مقطعينه شرايح مش مقطعينه مكعبات. احنا مقطعين الفلفل ده كده شرايح طويله هنضيفه على وكل دي الوان تجنن بصراحه بتخلي. بصي انا بحب الاكل انا بحب يعني اشوف الاكل حلو يعني اشوف الشكل العين بتاع بتاكل الاكل اكتر قبل البق يعني بالظبط. هو انا دلوقتي مش هضيف له البروكلي والخرشوف لاني مديالهم سلقه خفيفه فانا هحطه في الاخر خالص قبل ما يدخل الفرن لان طبق في الاخر هيدخل الفرن عشان الجبنه بالظبط كده الجبنه والكريمه اللي طعمها هيبقى رائع يا رب. لا ده اكيد اتمنى ذلك جميعا ان شاء الله الريحه باينه ان شاء الله. يعني السبانخ على وشك الانتهاء. احنا كده حطينا بصل او تومه للسبانخ بصل او فص توم وخلطه بهارات تمام وشويه ملح وشويه فلفل اوكي عشان احنا بنعيد بس عشان بالنسبه للناس اللي بتخش مش من اول الحلقه تبقى متابعينا. الرز احنا وطينا عليه كده ولا لسه؟ لا لسه ما هو كده انا شايفاه بيغلي تمام فاول ما بيغلي بنوطي هنبتدي نوطي كده عليه. حلو تمام كده خلاص ناقص بقى ايه العجينه بقى بتاعت الكنيلوني. هنبتدي نعمل العجينه بتاعت الكانيلوني ايه سوري الكانيلوني اوكي هنستخدم فيها الطبق ده احنا ممكن بقى نولع العين الزياده دي ونذوق عشان لو حبيتي تعملي الكانيلوني قدامك ممكن تساعديني بقى طبعا بعد اذنك كده اول ما تسخن بس هنحط عليها الحله الثانيه ممكن بقى دي تروح كده عجينة الكانيلوني احنا هنستخدم 2 بيضة نتأكد بس ان البيضة كويسة الحمد لله هنحط بيضة كمان هنضيف لها طبعا شوية ملح وفلفل طبعا دلوقتي هنبتدي في عجينه الكانيلوني بالظبط كده ننزل بمقادير الكانيلوني علشان خاطر احنا دلوقتي بنحضر كله مقادير الكانيلوني بتبقى عدد 2 بيضة 1 كوب دقيق 1 كوب لبن ملح وفلفل سهله جدا الموضوع بسيط جدا 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 هنضرب البيض كويس هي نفس المقادير على فكره الكراب الحلو بس احنا بنضيف حوالي معلقه كبيره سكر للعجين لما نعوز نقلبها حاجه يعني صنف حلو هقول لك هي بس بتبقى اتقل شويه من بتاعه الكراب احنا بس بنزود اللبن زي ما احنا يعني السماكه بنتحكم فيها باللبن بالظبط كده بس هي نفس المقادير يعني انا بعمل الكراب كده برضو كوبايه 2 بيضة بس بنحط فانيليا عشان تبقى صنف حلو ونحط معلقه سكر كبيره هي الكوبايه صغيره بس يعني الكوبايتين دول بمعيار كوبايه عادية يعني عشان بس انا كنت قايله احنا بنضيف كوبايه واحده بس عشان بس اوضح احنا الرز كده انا شايفه ان انا وطيت المفروض عايزه كمان شويه مش بقى ساعديني بقى شويه انت قلت لنا ايه بعد ايه سمعتي اوكي هو احنا كده السبانخ كمان ممكن نقفل عليها كده خلاص ماشي وهنبتدي هنا نضيف الدقيق كوبايه دقيق صح كوبايه دقيق بما يعادل كوبايه دقيق المفروض ان احنا السمك اللي احنا عايزين نوصل له يعني هقول لك حاجه السمك بتاعنا قريب من السمك بتاع شوربه الكريمه او اخف كمان شويه يعني المهم ان هي خفيفه مش تقيله لا مش تقيله هنبتدي نقلب كويس لغايه لما الدقيق يدوب مع البيض واللبن احنا النهارده لاكي يو يا مان معانا استاذ طارق اهلا يا طارق جوز معي معانا على الهواء اهلا بيك اهلا بيك اهلا يا الو الو مساء الخير مساء النور ازيك طبعا اللي انت بتشوفه النهارده ده احنا بنحسدك عليه بقى انت هتلاقي عندك على طول بتروق جامد ده الطبيعي طول النهار ايه الاخبار عاملين ايه؟
ما شاء الله مي الاكل حلو قوي. نعم متالقه. انا عارفه شويه لبن تاني لاني انا دايما كده ان شاء الله السمك ده حسيته تقيل دايما يا رب كده ان انا اخفه. ونتمنى لكم التوفيق دايما بإذن الله. الله يخليك. احنا متاكدين من النتيجه طبعا، هو ده تحصيل حاصل يعني. اه حدوه حاجه حلوه معانا. اه جعت صح؟ اه طبعا. قاعدين مستني لما تيجي بقى. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي ميرسي قوي. العفو. احنا هنا نورتنا. احنا هنا طبعا دوبنا تماما الدقيق مع اللبن. هنبتدي نجيب الطاسه بتاعتنا. اوكي بس ايه نلقي نظره بس على الفراخ كمان. احنا الفلفل محتاجينه يبقى مستوي خالص. لا ما بحبش الخضار لما بحطه مقرمش، يعني يبقى مقرمش شويه. ما بحبوش يبقى كامل استوى. هي الفراخ لسه شويه قدامها. محتاجين نسيبها شويه. تمام. ممكن نحط ده دلوقتي كده. هنحط بقى زيت بقى، يعني زيت ولا زبده بقى في الطاسه؟ لا لو زبده هتتحرق. اه فاحنا بنحط زيت. فانا بفضل ان انا احط زيت، وبفضل ان انا عشان ما يبقاش كتير بتهمي بالفرشه دهنه كده. حلوه قوي. دهنه بسيطه كده بالفرشه. الفرشه هنا على جنب. وابتدي احط ايه العجينه بتاعتي. ساعات انا بعمل العجينه دي بزود، بعمل معلقه زبده سايحه واحطها في العجين، بتدي طعم حلو قوي. في الكريب. اه مش في الكانيلون. لا مش في الكريب. هتدي طعم حلو قوي. بيدي طعم فعلا لذيذ. انا بحب بس اقلب كويس كده. نتاكد بس ان ما فيش اي تكتلات دقيق. بالظبط كده. احنا شايفين ان الدنيا أيوة تمام كده. ايوه كده بقت حلوه قوي. ونتاكد برضو ان الطاسة سخنة اتقدح كويس في الطاسة. علشان ينزل يمسك على طول. بالظبط كده. بنحاول بقى طبعا انه يبقى طبقه رفيعه، مش ما يبقاش وسط علشان الحشو. بس ما يبقاش تخين يعني. لا ما يبقاش تخين عشان يلف كمان معانا بسهوله. بالظبط. هو طهي متقال برده مش بياخد وقت، يا دوبك يعني دقيقه ونقلبه او ما نحس ان هو مسك نفسه. بالظبط كده. محتاجين بس ندي الطاسه كده بتاعنا. لو احتاجتي شوكه للنار عشان تقلبي كده. الرز بدا يدخل في السوا. ولونه يجنن. دلوقتي نضيف له الجزر المبشور. قد ايه يا معي تقريبا؟ دي جزريه مبشوره بس يعني على كوبايتين. على كوبايتين. على كوبايتين. حلو قوي. وهتدي له كمان لون حلو قوي يعني. هينزل اكيد اللون الاورنج بتاعه، لون برتقاني ده هيبقى حلو. اللون بتاع الثانيه عشان الكريب. هي السوكه معاكي. لا لا ده هيتعمل تاني هنا اكتر. لحقناها. لا ما فيش. هجيب لك طبق. طبق لو حابه تطلعيه. لو حابين نضيف مع الرز ده رشه قرفه برضو بتدي له طعم يبقى كويس. جميل قوي. بس يعني انا ما حبيتش احط قرفه عشان ما يبقاش هو المعتاد، لان في ناس ما بتحبش بالقرفه. الرز بالخلطه دايما بنحط قرفه. ف بالظبط اللي حابب يحط بالقرفه. شكلها تحفه. ممكن نحط قرفه، ممكن نحط ساعات بقى بيحطوا فص قرنفل، ممكن نحط مثلا فص حبهان. بالظبط كده يعني. ده بقى دايما البهارات دي بتبقى حسب على حسب الرغبه. مش كل الناس بتحب البهارات كتير في وفي ناس بتتضايق من حاجات معينه. بالظبط يعني في ناس بتضايق من الحبهان. بالظبط. من القرفه. من العيدان بالذات بتاعت القرفه الكامله. في يعني احنا دايما بنقول الحاجات دي للذوق الشخصي تماما. يعني احنا بنقول الريسبي مظبوطه وبنقول الطريقه مظبوطه والمقادير، واحنا بقى نغير نبدل حسب ذوق العام بتاع البيت. هنقلب الجزر مع الرز بس بشكل والشبت مش هنحطه دلوقتي. لا خالص، لان الشبت لو حطيناه دلوقتي هيدبل. هيدبل قوي. فانا مش عايزه الشبت يدبل برضو. اكيد. هنحط
تيجي نحركها كده، تتحرك معانا يبقى تمام. ونبتدي ايه اقلبها لكم كده، ممكن نجيبها ونقلبها وتطير في الهواء. بقلبها في البيت كده بس خايفه يعني جايزه صراحه. تمام كده، احنا كده مستنيين الفراخ بقى تدخل في الهواء. هنحضر بقى الـ ممكن نحط بقى معاها دلوقتي كمان عشان يديها طعم ظريف، هنحط معاها شويه صغيرين من الذره. اوكي حلو قوي، هيدي طعم تحفه. نطلع الاول ايه الكمون علشان ايه مش مشكله. اوكي نحط طب الاول القطعه الكانيلوني الثانيه. اوكي انا ممكن احط لك ولا بس مش عارفه ادخل في هذا الماكينه. اوكي لا خليكي حطي. هنحط الثالثه بالظبط ونبتدي نضيف الدور على الفراخ. ايوه احنا يعني النهارده شامين حاجات مختلفه، روايح كلها يا رب بقى اللي بتشموه يبقى طعمه كمان حلو كمان. اكيد اكيد احنا يعني فعلا البهارات اللي احنا مستخدمينها النهارده فعلا مميزه وكلها حاجات بسيطه، يعني ما فيش حاجه طعمها بزياده شويه. انا شايفه الروايح كلها متعادله قوي، الحاجات البسيطه اللي هي ما تغيرش من طعم الاكل بتاعك. الاكل الاساسي او اللحمه مثلا او الفراخ احنا احسن ان احنا نحط كله بس بالمعقول. هبتدي احط الذره بتاعتي لاني برضو بحب الذره تاخد السوا ما تبقاش ناشفه قوي. واحنا هي بتبقى في المحفوظه نص سوا فاحنا بنكمل سواها مع الكانيلوني. نقلبه لسه سنه، لسه محتاجه اشوف غلو لسه اقلب ده كده. نرجع نغطي الفراخ بتاعتنا تاني. غطيها. اوكي بعد كده هنرجع نشوف الكانيلوني بتاعنا اخباره ايه. الرز هنحط الشبت قلنا في الاخر صح؟ في الاخر خالص هنحط الشبت للرز وهنعمله برده خلطه بالمشروم هتديله طعم حلو قوي. ما عندناش مشكلة لو الدرجة بتاعتها اغماء السنة ما بيدي طعم حلو، دي طعم حلو ان هو ده بيبقى طعمه افضل بكتير. يعني ما بحبهاش تبقى طرية تماما بالظبط، يعني انا بحب دايما اديها ايه تحميرة كده بتبقى قفلنا على السبانخ تمام. مش شايفاها يا خلاص سكتت. بطمن عليها بس. لا لا اخبارها ايه؟ عايزه تحطيها في حاجه في طبق تجيبيها لي ولا انت هتسيبيها جوه كده؟ لا انا هسيبها دلوقتي. ممكن نحط يعني الخلطه بتاعتها في قلب نفسنا. هضيف ليها حاجه. شويه صغننه على دي. ممكن دلوقتي بقى نبتدي نضيف نعمل الخلطه الخرشوف والبروكلي على الفراخ. مع الفراخ كده هنتبلهم بحاجه ولا بس هنحطهم كده نعتمد على البقى؟ لا لا انا مش هتبلهم بحاجه خالص، هنعتمد على التوابل اللي معانا. التوابل اللي اوريدي موجوده في الاساسيه الموجوده في الفراخ بتاعتنا. اوكي علشان انا مش عايزه برضو زي ما بقول لك ان انا اغير من طعم الاكل نفسي، عايزه احس بطعم الخضار وانا باكل. يعني عايزه احس بطعم كل حاجه موجوده معايا. طبعا بقى انت فتره الفتره اللي كانت كنا محبوسين كلنا في البيت كنت بتعملي ايه بقى؟ عايشه حياتك طبعا. انا كل حاجه كنت بعملها يعني. ايوه حلوه حادق يعني. احنا كنا عايشين في المطبخ تقريبا معظم الشعب كنا كده بس طبعا انت اكيد عندك الموضوع بقى هتلاقيه كان اوفر دو. وكنت بخلي من الولاد حد يوم مثلا عندي عبد الرحمن الوسطاني ابني الوسطاني هو بيحب المطبخ قوي على فكره فبيساعدك.
لا هو ممكن يدخل يعمل اكل كامل لوحده ما شاء الله. يعني ممكن يقولي بصي انا بحب كده انا النهارده انا هاكلكم كذا والصوصات وياخد المسؤوليه كامله وياخد المسؤوليه بقى ويعمل سيرش اعمل ايه يعني فاهمه متحمل يعني المسؤوليه تماما يعني. انا ملاحظه ان مؤخرا بقى في كتير قوي بيبقى اهتمامهم من الرجال يعني والاولاد اهتمامهم كبير جدا في موضوع المطبخ ده. ساعات كمان انا بيجي لي طلبات من امهات يقولوا لي احنا اولادنا عايزين ياخدوا كورسات اكل. بستغرب جدا يعني اكتر من البنات كمان يعني يقولوا لي احنا انا ابني مثلا عنده 14 سنه عشان خاطري هو عايز ياخد كورس بتاعتنا استاذك بس تشيليلي الطبق ده بعد اذنك. فبرضه حلو قوي ان المطبخ يبقى العنصر الرجالي جواه كده بحب يعني مش بان هو دي وظيفته او ان ده بيعمل اداء واجب لا ده هو حابب ودي حاجه جميله بصراحه. احنا كده برضو بنخلص خلاص الكانيلونيا وعبد الرحمن لما بيخش مطبخ طبعا انت بتريحي بقى دماغك اليوم ده. لا بس بلاقي المطبخ كله ما اقولكيش يعني اقول له يا ريتك ما دخلت يا ريتك يعني هو مشكلته انا بلاقي كل حاجه مفيش حاجه بتبقى موجوده في مكانها تماما. ايوه اوكي احنا كده خلصنا هو دول بالظبط كده حلوة قوي ولسه لا عايزاها لسه أوكي. بس شوية مكانها بالزينة هنا هبتدي احط شوية زيت تاني وهحط قطعة بسيطة جدا من الزبدة دي اللي هنعمل فيها الخلطة بقى. لا هنعمل هنا ايه؟ هحط هنا المشروم. اوكي اوكي وهبتدي احط له توم. هو المشروم احنا عاملينه علشان ايه؟ نفكر المشاهدين كده احنا هنحط المشروم في الرز كزواء للرز في يعني او كإضافة عنصر كده اضافه للرز علشان كمان يبقى فيه كل في يعني المشروم بيعتبر من البروتين. هو ده حقيقي كانت عاليه شويه لا هو فعلا يعني عنصر من عناصر البروتين النباتيه القويه يعني كل الناس النباتيين اللي هم بيقرروا يكونوا نباتيين يعني هقول لك حاجه انت ممكن تاكلي الرز اللي هو معمول بالجزر المبشور وعليه الشبت ومع المشروم انت دي وجبه كامله على فكره يعني فيها خضار وفيها نشويات. احنا كمان بنستخدم المشروم بنعمل بيه برجر للناس النباتيين بيبقى برده طعمه تحفه احلى من البرجر اللي فيه لحمه بقى. تمام احنا على فكره الفتره اللي فاتت ولسه هنكمل بنعمل كذا حلقه كده عن الاكل النباتي فبنشتغل بقى بالخضار بيبقى ده الحاجه الاساسيه في الوصفه. هنولع النار هنا بس على عايزه اني واحده اللي جوه على اللي جوه دي وهسيب دي برده علشان ابتدي اعمل الخلطه بتاعتي اللي هستعملها في الفراخ. اوكي عشان بقى ده انا كنت برضه هبتدي اضيف شويه زيت مش بحط كتير على فكره يعني انا بحط بتحطي حاجات بسيطه وهحط قطعه من الزبده انا ما اعرف هل بنشوحه كده خفيف ولا بنسويه؟ لا هيستوي شويه المشروم معايا عشان ما يبقاش مضايقنا واحنا بناكل الرز وكده كده احنا مش هنحطه الا في الاخر فمش هيدخل في السوا مع الرز. أوكي. طبعا برضو انا هضيف له شويه خلطه بهارات عندي وتوابل انا عاملاها. مرقه دي ولا بهارات؟ لا دي مرقه ومعاها بهارات دي انا اللي عاملاها بتبقى في البيت مش بتبقى الجاهزه. ايوه وهضيف له شويه من خلطه البهارات دي محتاجه يبقى عندي مطبخ كبير قوي انا معلش كلنا محتاجين دايما المطبخ يبقى يكون قد كده ريسبشن مثلا بالظبط كده اللي هو مهما كبر المطبخ معانا احنا هنبقى محتاجين اكتر هنبقى محتاجين الدقيق بتاعنا انا شلتها من على النار بس عشان ما تغمقش احنا بنحط بقى بس ايه معلقتين دقيق فقط لا غير يبقى معلش نكرر تاني كده ما حطينا ايه هنا حطينا شويه زيت صغيرين مع قطعه من الزبده او ما يعادل معلقه زبده تمام وهنحط معلقتين عليهم دقيق ماشي ده احنا كده بنعمل الصوص ولا بنعمل ايه بنعمل الصوص اللي هنغطي بيه الفراخ عشان ندخلها بعد كده ايه الفرن يعني كانه بشاميل مثلا زي خلطه البشاميل بس هتبقى خفيفه خالص يعني مش بتقل خلطه البشاميل احنا هنستخدم فيها الكريمه
دي اللي هنستعمل فيها الكريمه بالظبط. بس الكريمه ما بحطهاش من بدري، حاجه تحفه جدا. انا بحط الكريمه شويه يعني في الاخر قبل ما تدخل علشان ما تكسلش بالظبط كده. المشروم بتاعنا اهو احنا شايفين ان هو ابتدى يدخل وعمل صوص كده شكله يجن بالظبط كده. انا يلا بقى، ما هي عايزه اكل. حاضر حاضر، عايزه ادوق الاكل خلاص كده. هو هي البوينت ان المشكله ان الاكل عندي كله هيخلص مع بعض على فكره. انا عايزه ادوق. انا بقلبها كويس قوي. بتديها لون ولا بس تقليبه تبقى دهبي كده؟ انا بس الدهبي بس، واتاكد ان يعني ان كله تجانس مع بعض او استدخل في بعض. هبتدي اضيف اللبن. اوكي، قد ايه لبن بقى على معلقتين الدقيق؟ هنحط يعني، بصي انا يعني هو بما يعادل كوبايه لبن، بس انا بحب يعني ما بعرفش اقول لك المعايير قوي. انا بحس بالاكله كده وانا بعملها كده. يعني انت تخليها تبقى خفيفه معاكي مش تقيله. نراعي ان احنا بس هنحط كمان لسه الكريمه بالظبط كده. لا، ونراعي ان هي هتدخل الفرن فما تنشفش معانا، هتجمد هتتركز كده. يعني نقول مثلا كوبايه لبن كوبايه، ونشوف السمك عامل ازاي. هنبتدي طبعا نقلبها. احنا كده قدامنا قد ايه عشان نظبط المواعيد؟ هنضيف بقى المعلقه. طيب تمام، احنا كده هنطلع فاصل عبال ما مي هتحضر لنا الصوص ده الايه؟ فاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا، ما تروحوش في حته. هنحضر الصوص ونرجع وترجعوا لنا تاني على طول. ورجعنا لكم مره تانيه. احنا في الفاصل ما عملناش حاجه غير ان احنا الصوص اللي مي عملته على النار حطيناه على الفراخ بالظبط كده. واخدنا من الفراخ اللي احنا شوحناها دي، اخدنا قطعه هناخدها قطعناها صغير وضفناها للسبانخ. وهناخد حبه من الصوص الابيض اللي احنا اوريدي حطيناه على الفراخ، بنضيفه برده للسبانخ، وبنضيف عليه جبنه موتزاريلا وجبنه رومي مبشوره. حلوه قوي. احنا هنا حطينا برده شويه جبنه على الوش، انا سبتها لكم ما دخلتهاش الفرن عشان تشوفوا معانا. هندخلها بقى الفرن دلوقتي. حطينا الجبنه على الوش. برده الجبن برده دي بتبقى راجعه للذوق شويه، لو حد حابب يحط نوع مختلف من الجبنه. في ناس بتحب انواع مميزه، انواع معينه. لو حبينا مثلا نزود بلو تشيز لو البيت بيحبها ممكن. يعني انواع الجبن دي بتبقى يعني على حسب الرغبه. بالظبط. الكانيلوني بتاعنا احنا الحشوه خلصت، ببتدي بقى اخد واحده واحده والفها. نخليها من تحت الحته اللي فوق. تمام، تلفش. احنا ممكن احشي معاكي لو حابه. احنا حطينا الفراخ وحطينا مع السبانخ وشويه من الصوص الابيض. الصوص الابيض بقى اللي كانت مي بتعمله على النار، هي زودت عليه الكريمه ودخلناها الفرن. يعني احنا الصوص اللي هو البشاميل الخفيف ده زودتي عليه الكريمه بالظبط كده. يعني اهو خلاص، انا تقريبا الدنيا تمام كده. انا محتاجه وقت فوق الوقت كتير عشان اعمل لكم احنا كل حاجه حقيقي. احنا بنقول الاساسي، وطبعا المشاهدين بقى لما بيجربوا ممكن على فكره حد كمان يعني ده انا بحبه برضو، ان الناس لما بتاخد الوصفه ممكن تدخل بقى ذوقها الشخصي في الموضوع. ممكن انا احط وانت ظبطي بقى. ماشي. انا انت تديني بس لفي. هاتي انا لف دي وانت حطي واخدي واحده ثانيه عشان الوقت كده. ونخلي القفله من تحت عشان ما تفكش. بنحط ايه بقى يا مي على الكانيلوني ده قبل ما ندخله الفرن، ولا مش بنحط لا حاجه؟ لا بحط عليه. انا عندي الطماطم المبشوره او الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. تمام. طب اعملي انت بقى. انت حطي بقى الثانيه يلا عشان تعملي الخطوه اللي بعد كده. ايه عايزاكي تعملي الخطوه اللي بعد كده؟ نعمل واحده كمان. واحده كمان بس عشان نقفل الطبق بتاعنا. هتحطي ايه بسرعه كده على الصوص؟ هحط عليها من على الوش طماطم مفرومه. تمام بالظبط كده، موجوده عندي. وايه تاني؟ احنا ده هنشيله كده على جنب عشان ايه، خلصناه. ايه تاني كمان؟ وهنحط الطماطم دي انت مشوحاها على النار؟ واخده غلوه على النار بالظبط كده. وعليها؟ وعليها شويه رشه ملح وفلفل فقط بس مش حاطه ثوم. لا لا مش حاطه لها اي حاجه. حلوه قوي. هي طماطم بس مفرومه عاديه خالص.
تمام. نحط بقى بسرعه وندخلها الفرن ولا لسه؟ بس شويه من الصوص. انا بقول لك الاكل عندي معظمه مرتبط ببعضه. حلو حلو لما تكوني عامله الحاجه وتمشي في كذا طبق، ده دي حاجه بتريح، ان مش كل اكله ليها حاجات منفصله. الصوص حلو قوي جماعه، شايفين المنظر؟ بعد كده بنبتدي نحط الطماطم كده عليها على الوش. اوكي، ده بقى هيخش برضو ياخد تحميره بقى، هيدخل الفرن هو مستوي كله، فاحنا كل بس هنديله بس حتى الفراخ اللي دخلناها الفرن هي مستويه. طب هنحط الجبن هنا تحبي؟ طبعا لازم هيتحط الجبن. طيب هنا نجيب الجبن معانا، الجبن برضو دي برضو حسب الرغبه زي ما احنا قلنا. هحط لك بقى انا شويه، ولا تحطي انت؟ حطي يلا، مفيش مشكله. وندخل الجبن بتاعتنا بالشكل ده. الرز بقى يعني نحط عليه شبك؟ خلاص انا خلاص هبتدي دلوقتي ايه اعمل الطبق بتاعي. نبتدي بقى نشيل ده مش كده؟ تمام، خلصنا كده. ده طبق الكانيلوني كده قبل ما ندخله الفرن. حلو قوي، هنبتدي ندخله بقى بعد اذنك الفرن. صحيح، نشيل ده عشان ده. لا خلاص كده تمام، ناخد ده كمان معانا. تمام، نبتدي بقى كده نغرف بقى الحاجه، او يعني نظبط اطباقنا عشان ايه نحط الحاجه. كده في ناقص حاجه ولا كده بجواز الشبت هنحطه على الرز؟ صح بالظبط. هتحطي اي حاجه تانية؟ احنا معانا وقت لسه، ممكن نعمل حاجه سريعه ولا وقت وقتنا كده هيبقى يا دوبك ان احنا نغرف بقى، نوري الناس شكل الحاجه ايه. ماشي. انا كان احنا كان نفسنا كنا حاطين يعني في الخطه ان هعمل لكم شوربه كريمه، ممكن بقى مره ثانيه مره ثانيه باذن الله. ما دام على فكره بيحصل معانا كده، بنرحل بقى وصفات لما بنندمج كده. تمام، انا انت الوقت بيعدي معاكي بسرعه. بولة بس اعمل بيها الرز، اقلب فيها الرز. ممكن اوكي هذا ماشي. اوكي، عايزه معلقه كده عندك المعلقه دي اللي احنا حطينا بيها الرز. اللحظه الحاسمه هنحط بقى الشبت مع الرز، هنلخبطه. قد ايه شبت؟ يعني كف في الايد. كف في الايد بالظبط كده. انا هحط شويه هنا وسايبه شويه لسه للوش. وابتدي اقلبه، وهنحطه بقى في البوله بتاعتنا عشان نقلب. بالظبط كده، شكله فظيع. الالوان كمان مع بعض حلوه قوي. ممكن كمان نضيف له فلفل الوان متقطع صغير. بس هو فلفل الوان ده مشكلته ان مش كل الناس بتحبه، لان هو سنه بيبقى مسكر، ولو ان هو مليان فيتامين سي، مليان فيتامين سي حقيقي، يعني هو مصدر للفيتامين سي عالي جدا. فبجد يعني يا ريتنا لو ندخله في الاكل بكل الطرق، يعني اي حاجه نحبب الولاد فيه، سندوتشات نحط لهم، شرايح، اي اكل نحطه ندخل فيه الفلفل الالوان، لانه حقيقي مليان فيتامين سي. وده طبعا بدل ما ناخده يعني فوار او ناخده دواء، لا احنا ناخده من الحاجات الطبيعيه احسن كتير. استاذنك بس يا سهاد بس اقفلي لي البوتاجاز انت. شكرا ليكي جدا. كده هنقفل كله خلاص صح؟ نشيل ده عشان يبقى خلاص. احنا خلصنا الرز بتاعنا. هنبتدي بس نرش هنزوقه كده شويه، شكله تحفه الشبت. احنا كده برضو احنا ممكن نطلع الفراخ. طبعا الفراخ محتاجه ممكن كانت تاخد لون سنه زياده، ولكن بالظبط عشان تشوفوها معانا هنطلعها. يا الجبنه ساحت اوريدي وبدات تاخد لون اهو، تحفه شكلها. هنحط معايا المشروم والصوص شكله رائع. الكانيلوني بقى عبال ما انت ما تظبطي هرفعه فوق كده ياخد ايه لسعه خفيفه. تمام، انا ممكن برضو ابتدي اطلع الفراخ نشوف شكلها مع الوان الخضار الجميله بتاعتها. لو عايزه تحطي حبه كده للمشاهدين يشوفوا الشكل اللي جوه ايه. محتاجه بس المعلقه الكبيره. مع ايه؟ الله، لا الريحه مش عايزه اوصف لكم يا جماعه.
الكانيلوني برضو سخن شويه كده اهو، وممكن برضو الجبنه نديها تحميره اكتر من كده. الريحه رائعه، تسلم ايدك يا ماي. برضو اتابع نشوف الخضار اللي معانا. الخضار طبعا حلو، وحلو ان احنا حطيناه في الاخر، ما حطيناهوش من اول الوصفه علشان يفضل البروكلي بشكله ويفضل كل حاجه بالظبط، ولما هناكله هنلاقي فيه القرشه الخفيفه الحلوه المطلوبه يعني. حلوه قوي قوي، تسلم ايدك. هتحبي تطلعي الكانيلوني ولا هنسيبه في الصينيه؟ هنطلع شويه في الشمش كده هنطلع الكريم بتاعنا كمان، نحطه بقى في سيرفيس كده في طبق. عملت دوشه شويه. لا انا عادي، احنا فين؟ خلاص احنا كده بنغرف في الكانيلوني، وهيبقى كده احنا عملنا النهارده ثلاث وصفات احلى من بعض. زي ما انتم شايفين تنفع عشاء، ينفع غدا في وقت الاعياد والمناسبات والاحتفالات اللي احنا فيها. عملنا الرز اللي بالجزر والشبت والسكر البني المحروق، عملنا الكانيلوني اللي محشي سبانخ، وبرده ده حشوه كانت بالنسبه لي جديده حلوه قوي وجواها فراخ كمان، وعملنا الفراخ اللي بالكريمه واللبن والخضار، كله الوان وكله يعني بجد. تسلم ايدك يا مية، ريحه تحفه، وكلنا هننقض دلوقتي، فاحنا كده نضطر نسيبكم ونقفل عشان نتفرغ بقى للموضوع الجامد اللي حاصل هنا ده. اتمنى انها كانت حلقه مفيده، ومي شرفتيني ونورتيني، وتسلم ايدك، الحاجه كلها تحفه وريحه بالهنا والشفا. ان شاء الله اشوفكم على خير جمعة تانية بإذن الله، وخليكم حريصين وخدوا بالكم من صحتكم. يلا باي باي. باي.